فالدكتور كل واحد فينا لما بيبقى مقبل على حاجة هو مشتاق لها بيجهز نفسه، بيحضر نفسه. بندخل على الأعياد والناس اللي بتشتري لبس جديد، بندخل على الفسحة ولا الخروجة بنعمل لها ميزانية ونخطط نشوف هنروح فين. ولكن واحنا داخلين على رمضان عايز أسأل حضرتك سؤال، إزاي الإنسان يكون مصلح لما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وما بينه وما بين العباد، ويكون مصلح ما بينه وما بين نفسه وإحنا قبل أيام من الشهر الفضيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة وآله وصحبه ومن والاه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه أولا في أصل خلقته عاقلا، يعني عنده دماغ يفكر بيها، عنده عقل يعقله من فعل المنكرات، عنده اختيار وعنده إرادة. حتى قال بعض العلماء أن مجموع هذا هو تلك الأمانة التي عرضها الله على الجبال، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان متميز عن كل المخلوقات جمادا ونباتا وحيوانا بهذا القدر الكبير من الفهم، من التتبع، من الدقة، من الإرادة، من الاختيار. فعندما يريد الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أولا فهو إنسان مؤمن، لأن غير المؤمن بالله لا يبحث عن إله ولا يبحث عن الله ولا يبحث عن تلك العلاقة التي بينه وبينه، حيث إن هذا العظيم الخالق ليس موجودا في حساباته. يعني أشقى نفسه، مش ريح نفسه، لا ده أشقى نفسه ودخل في متاهة من الضلالة ومتاهة من الحيرة ومن البعد عن الأمن والسلام النفسي. إنما شخص يعرف ربنا، يعرف ربنا يعني أوامره ونواهيه، وعدد الأوامر والنواهي بسيطة، ما تسرقش، ما تقتلش، مش عارف، ما تعملش، يعني ما تشهدش شهادة الزور، ما تضرش حد، ما حاجات بسيطة كلها، وهي قائمة أساسا على الترك، والترك سهل، يعني مش هسرق أبدا ومش هقتل أبدا، مش هيبذل مجهود، يعني ما فيش فعل، يعني بيقولي لا تفعل. والطاعة برضو مقدور عليها. بني الإسلام على خمس. لما جه الرجل الأعرابي قال له هل أزيد على ذلك أو أنقص؟ قال له لا. قال له افرض إن أنا بقى ما زدتش على ذلك ولا أدخل الجنة؟ قال له نعم تدخل الجنة. يعني الحكاية ميسرة إن شاء الله. فإنسان عايز يصلح العلاقة بينه وبين ربه يبقى عارف ربنا، وعارف هو أمر بإيه، وعارف هو نهى بإيه، وعارف هو عمل إيه. يعني كل واحد يحسس على البطحة اللي على راسه قبل رمضان كده، كل واحد يدور رمضان ويشوف يعني البيئة اللي في الراس دي اللي هو عاملها مع ربنا، ويتوب إلى الله. وده اللي أشار إليه ربنا، إن الحكاية سهلة خالص. فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. لما يجي يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني أنا سهلتها لكم خالص، طب سهلوها أنتوا بقى على أنفسكم. صح. فأنا عايز أقول لحضرتك إن كل إنسان مننا بما وهبه الله سبحانه وتعالى من عقل وإرادة واختيار إن هو قادر على تصحيح المسار، بينه هو يعاهد ربنا كده، بينه وبين ربنا في ساعة تجلي كده حلوة، ويقول له يا رب تبت إليك، نفتح صفحة جديدة، هأقلع عن كل المنهيات، هتمسك بكل الأوامر والطاعات، وعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.